بالشفا حبايب قلبي. حبيب قلبي اصحى انت جدع. معلش يا حبيبي خضناك. ايه ده انت مين وعايز ايه؟ عايز المفاتيح بتاعت الاقفاص دي. مفاتيح ايه يا رجاله يا رجاله؟ الله ده ما حدش رد عليك. تفتكر مستنقصينك؟ انتوا فين؟ لا ما خلاص بقى ودعوا الدنيا كفايه عليهم كده. راجل عاشوا كتير. هات المفاتيح بقول لك. مفاتيح ايه؟ مفاتيح الاقفاص. قوم قوم هات المفتاح. افتح القفل ده. ما تتنحش هديك على دماغك. كيف؟ حاضر حاضر هفتح. اخلص. حاضر اهو. رجاله يلا اطلعوا. تعالى يا حبيب قلبي. ايه في ايه تاني؟ افتح القفل اخوك. اخلص انت هتبص لهم. حاضر اهو. تعالى هنا بقى. يلا بسرعة من زمانه جاي على هنا. كان عايز يحصلني بس ما قدرش. يلا يا رجال يلا يا رجال وراه. لازم نستخبى. اكيد هيمون عارف اللي حصل وزمانه في طريقه للرجوع. لازم نستخبى هنا. طب ما كنا نكمل جري. هنتعب وهيحصلونا. حالتنا ما تسمحش. الحمد لله اللي انا شفتك تاني يا صار وربنا جمعنا على خير. اللي انت عملته ده يا صاحبي بطولة وشهامة وجميل. هفضل شايله لك على دماغي طول عمري. جميل ايه يا عم؟ احنا اخوات. تقولش كده قدام الناس. تمامك كبير يا رعد. بعدين انت عارف انا ما بحبش اللي يشكرني ويتكلم عني وعن امجادي. ومش لازم تبوس ايدي قدام الناس. بس بقى بت هتذلني. حبيب قلبي. تعرف اللي انا كنت مخطط في الوقت ده اللي احنا نهرب وكنت واقف على التنفيذ. بس انت سبقتني يا صاحبي. انا مش عارف لو كانوا مسكونا كانوا هيعملوا فينا ايه. وبعدين انت عرفت مكاننا ازاي؟ هيمون هيمون. اوامر سمو الامير. رعد طلع عايش يا هيمون. عايش؟ سموك عرفت منين؟ مش مهم دلوقتي انا عرفت منين. المهم تجيب لي كل الرجاله وتطلع على محجر الذهب اللي في المنطقه الغربيه في الصحراء. عايز المحجر ده يتهد وكل اللي فيه يموتوا. ورعد رعدة تذبحه وتجيب لي راسه في سنه. أوامر سموك. بسرعة. رعدة عايش. لازم أبلغ صقر بسرعة.